crédit pour son. Fikriya Lamhdoura. Monsieur Boukrami, vous allez nous parler aujourd'hui de l'éthique et la redevabilité. المالية والقطاعات الأخرى. Dans un contexte marqué par une tension aiguë. Richesse mobile. Richesse mobile totalement de la théorie économique. Rendre compte ce que l'Algérie va donner. De l'Algérie sur la région d'Algérie. Notamment avec ces prix Nobel d'économie. Notamment de faire en sorte que ces jeunes-là. Je pense que vous les avez vécus. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les comités. يسعدنا أن أفتتح اليوم فعالية هذه الجلسات لتكون البداية مع أول ندوة تجمعنا تحت عنوان المساءلة والنجاعة من أجل النمو الشامل، أي دور للمؤسسات الناشئة. ففي خضم التحديات الكبرى سواء على صعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي، باشرت الجزائر تنفيذ إصلاحات عميقة لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على التنويع والتحسيس القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وخلق ثروات وتحرير روح المبادرة لما سيكون له الأثر الكبير على النموذج المجتمعاتي الذي تطمح الدولة لإرساء دعائمه. بفضل هذه الجهود لا سيما الاقتصادية منها، حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا لناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة، مما مكنها من تعزيز المكاسب الاجتماعية والدعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية القاعدية. ومواصلة لهذه الجهود، تسعى مؤسسات الدولة جاهدة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بالدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب بالدرجة الأولى الالتزام قوي بالمساءلة وتحري النجاعة، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.